بفضل الله برحب بيكم جميعا، ويلا نتعلم مع بعض سي وسي بلس بلس. هنزل كومبايلر، هندخل على جوجل وهنبحث عن TDM-GCC وهندوس انتر. هندخل على الموقع الرسمي اوكي، وعاوزين نعمل داونلود. هو قدامنا اهو، لو انت 32 اختار 32، لو انت 64 اختار 64، وهتدوس هيبدا يعمل داونلود معاك. بدا ينزل اهو. هو كده نزل اهو قدامنا، هنبدا نشغله. اوكي، هنقول له كرييت، ماشي. اوكي، وهنقول له نيكست 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 انستول. خلاص هو كده، نقول له نيكست وخلاص، مش عايزين نقرا حاجه. وادي ايه، فينش كده، هو نزل الكومبايلر. انا دلوقتي عايز اجرب الكومبايلر. انا عندي ملف هنا مكتوب بلغه السي، انا مش عايزك تجرب دلوقتي، لا انا بقول لك ده ملف موجود مكتوب بلغه سي، مش مهم مكتوب فيه ايه دلوقتي، ده انا هجرب علشان اعرف ان هو اشتغل، اوريك يعني بس ان هو اشتغل. فهشغل الكوماند برومبت من غير اي برامج ومن غير اي حاجه اهو، ماشي. وهبدا ان انا ادخل على الديسكتوب اهو، كده انا على الديسكتوب اللي هو فيه الملف، وهبدا اقول له جي سي سي، اخد مسافه وهكتب اسم الملف زي ما هو مكتوب تيست دوت سي، واسمه كده ملفات لغه السي بتبقى امتدادها دوت سي، وهدوس على انتر. كده الكومبايلر اشتغل وانتج لي ملف تنفيذي. لو انا شغلت الملف التنفيذي ده هيشغل لي البرنامج اهو اللي هو بيطبع كلمه هلو، تمام. ده كده الكومبايلر بشكل طبيعي جدا بدون اي اي دي اي. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسة دوسة اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.